مشيت لشري الفيده وما بغيت شي يعني ناخذ الواجبات يعني القيمه وكذا. ما كنت صغير ما فاهم شي ذاك الوقت يعني الشيء اللي هو نستعملو. وملي كبرت وتزوجت وولد الاولاد ما نسيت ذاك الشيء، ما بقيتش نعرف هذا الشيء. وليت مديعة في الوليدات، انه 8 الاولاد عندي كبرت خريتهم وكبرتهم يعني وكافحت عليهم. ودابا بخير وعلى خير، ولكن ملي تلاقيت مع سيدنا وعطينا البريه ورشوا لينا في الكوميسيريا الولايه. امتى عطيتي الطلبه الحاج؟ اش من سنه؟ 2004. 2004 زيد كمل. قول 2007 فاش دخل يعني ومشيت صيفطوا لي الولايه ودوز البحث وجيت ومشينا الرباط ومشينا عند الوكيلي عند سيدي سي الوكيلي. كانت سميتها في شارع عقبه بن نافع، كان شارع عقبه بن نافع ملحقه ديال الوزاره. تما كاين وقال لنا الكريمه كاينه وراه غادي من بعد غادي نصيفطوا لكم. وانا واش وحنا كنتسناو نصيفطوا لينا والو. والاخر ملي تحول الملحق دابا الجديد الداخليه الجديده يعني تنمشيو يقولوا لي ودي الكريمه ديال كاينه، وراه كاينه واحد المعارضه ديال شي موظف ديال الاداره يعني راه هي اللي حابسه لك الكريمه. ولا شي موظف ديال الاداره شفينو ما عندي حدا شي اداره مشيت ليها ولا انا اللي وقع لي في الزنقه ماشي في الاداره. انا الوالد ديالي كان مقاوم وتظلم من وراء المقاومه، تظلم بزاف، ومن بعد عطاه سيدنا كريمه وما عطاوهاش ليه ثاني تظلم، وحنا ديما مظلومين. ومن بعد انا هاد العام اللي فات شدوا لي ولدي وحنا مستمرين ديما في الظلم، وحنا ضاربين تماره من العهد ديالنا كله دوزناه تماره ودوزناه. ومن بعد داو لي ولدي ظلما وعدوانا هكاك، ما كاين ما داير حتى شي حاجه، وكيقول لك راه داير ودوزوا عام وهضروا معاه ما حتى شي حاجه. وهو كل كيدوز عام عام دوزوا في حكاشه ما كيجيبوهم ما حتى شي حاجه عام. وهو الدوسي كيدوز بوحدو، الدوسي كيدوز بوحدو الشهر بالشهرين. كل مره ملي كنمشيو حنا للمحكمه كيقول لك حكا راه تاجلت عام ديال التاجيل. اصلا ما عرفناش شنو هي التهمه من الاول، حنا ما عرفناهاش. يلا دابا ملي خدينا الدوسي عرفنا دايرين ليهم 21 طوموبيل. والدري كان خدام في الالومنيوم كيخدم شدا 50000 ريال الشهر. الكونت ديالو كانوا يفيريفيو ويشوفوا الكونت ديالو شنو فيه وشنو هاد السيد عنده وشنو هو، لقاو عنده 240 ريال. واش اللي كيشفر كتكون عنده 240 ريال؟ وعلاش كتقولي مظلوم؟ مظلوم لان انا عارفه ولدي، انا اللي كنكسي، انا اللي كنصبطو، انا ما كتزادش عليه وقيده وانا ما كنعرفهاش. عرفتو مظلوم بان الدراري اللي تشدوا اللي كيقولوا لك هما كيقولوا لك راه هما اللي قالوا، الدراري كيقول لك حنا ما تنعرفوهمش وما عندناش شي علاقه معاه، وفعلا ما عندهم حتى علاقه معاه. هما ساكنين في بلاصه والدري ساكن في بلاصه اخرى، ما عنده حتى علاقه معاه، ما عندهمش. ودابا كيقول لك هذوك الدراري اللي تشدوا كيقول لك حنا ما تنعرفوش وما عندنا حتى علاقه معاه. معلوم قالوا في المحاضر ما عارفين حتى شي حاجه وما تيعرفوش، ما تيعرفوناش حتى حنا. الدرب ديالنا ما كيعرفوش، ما تيجيوش لي دوك الدراري كاع، انا بوحدي ما عنده حتى شي حاجه. وما عنده حتى شي دخل، ما عنده لا لانتريت، ما عنده حتى شي دخل والو. مريض عنده داك المرض ديال كيترعد دابا يدو ما كتزقاش، ما كيزقاش، كنديروا له في التحاليل وداك الشيء وما عندوش دوك ياخذ الدواء. الحرفه ديالي الحرفه ديال الوالده الله يرحمها. هذا الشيء اللي كاين ملي كنا في المدينه في مراكش، احنا معروفين بان معروفين دار الوعدود كيديروا الحرفه، شكون راهي دار الوعدود هذه حرفتهم ديال البغرير. الام ديالي والاب ديالي بداوا في 1965 ياك. حنا كنا 8 ديال النفوس وكلنا كنا تعلمنا هذه الحرفه، وكلنا كنا كنبيعوا نشريو في الزنقه في المارشي ديال با مراكش. كنا كندفعوا الباتيسريت وداك الشيء من ديك الساعه، وحنا باقيين فيها وباقيين فيها لدابا الحمد لله. وملي دابا تحولتوا للولفه؟ باقا فيها. لا امتى تحولتوا للولفه؟ في 95 حيت انا تزوجت ومات الراجل وخلى لي الوليدات. شحال من ولد عندك؟ عندي ولد وبنت.
داكشي اللي كاين. خريناهم معاونين عليهم وليداتي وعلى والديا وخوتي وانا اللي هزه الحمل. كنخرج كنخدم في العراس كنطيب وكلشي.